مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم. يتجدد اللقاء ويتجدد الحوار، لكن في موسم تاني جديد من برنامجكم حوار هادف. فلسفتنا زي ما تعودتوا عليها لما كنا معاكم قبل كده وحشتونا، إن حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. نتمنى رب كل مشاهدينا الكرام يكونوا بوافر الصحة والعافية. وحشتونا كتير الفترة اللي فاتت اللي غبنا عليكم، ربنا يكفينا يا رب شر كل الأمراض والأسقام، ويرفع عن بلدنا الوباء والبلاء، ويعافينا يا رب من الوباء اللعين كورونا جميعا، يرحم شهدائنا ويشفي مرضانا ويعافيهم. حوار هادف حيأتي بطريقة جديدة الفترة القادمة، وحياتيكم برعاية شركة A2M هنتكلم عليها كتير الفترة القادمة، وهو في موسم ثاني يبدأ كل يوم إن شاء الله خميس الساعة 5 مساء. هنبدأ حلقتنا، كنا تبقى متعودين إن احنا نبدأ فقرة إخبارية وممكن بعد كده نبدأ مع ضيفنا أو ضيوفنا، لكن احنا هنكون ضيفنا متواصل معانا طول الحلقة. هنبدأ معاكم النهاردة، يسعدني ويشرفني أن يكون معي اليوم في الاستوديو سعادة الأستاذ الدكتور بهاء الدين الغرباوي. أهلا وسهلا بك دكتور بهاء. دكتور بهاء الدين الغرباوي الأول على دفعتي عام 1987 ميلادية، الحاصل على ماجستير في الطب البيطري 1991، والحاصل على الدكتوراه الفلسفية في الأمراض الباطنة والمعدية من كلية الطب البيطري. هو المدير والشريك في شركة إرجوفيت الألمانية ميونخ ألمانيا، وأيضا المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة A2M للأدوية البيطرية والأعلاف وإضافات الأعلاف البريمكسات والبروبيوتيك والإنزيمات، وله الكثير من المشاركات في البحث العلمي والمؤتمرات والمشاركة المجتمعية. أنا بقول عليه أنه مفروض يكون عميد الطب البيطري لحرصي على هذه المهنة وتطويرها وكده. أهلا وسهلا بك مرة تانية دكتور بهاء. أهلا أهلا، منور حوار هادف، ودايما إن شاء الله بإذن الله موفق إن شاء الله بإذن الله. بنذكر كمان مشاهدينا الكرام كل من يشاهدنا من الأطباء البيطريين في القاهرة والجيزة، انتخابات الأطباء البيطريين الفرعية للقاهرة والجيزة ان شاء الله بذات القاهره في دار المهن في دار الحكمه في النقابه العامه في الاطباء البيطريين في جاردن سيتي يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 من الساعه 9 والساعه 10 صباحا وحتى 3 مساء باشراف قضائي كامل. نتمنى ان شاء الله كل الاطباء سواء اللي كانوا من التابعين لنقابه القاهره يروح ويطلب اصواتهم في القاهره حقهم وممارسة عملهم النقابي وإعطاء أصواتهم لمن يستحق، وأيضا برضو أطباء الجيزة. حبينا ننوه وحننوه إن شاء الله بإذن الله تاني. إن شاء الله بإذن الله حيبقى معنا ضيف برضو قد يكون معنا، هو اتأخر بسبب الطريق، إن شاء الله يكون معنا في الفقرة الثانية من البرنامج. النهاردة 28 يناير 2021، شهر يناير بيبقى شهر مميز لأن في يوم 25 يذكرنا هذه السنة الذكرى 69 لعيد الشرطة. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن الشرطة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الحالية، نقول مصر الحديثة، مصر التنمية المستدامة، رجال الشرطة البواسل الساهرين، ما عادش خلاص اللي كنا متصورين هذا الشرطي المرور أو العسكري، الآن الشرطة يعني في مكافحة الإرهاب، الشرطة يعني في كثير من القطاعات. كل التهنئة بعيد الشرطة لكل قيادات الشرطة المصرية في جميع قطاعاتها، كانت الأمن الوطني، مكافحة المخدرات، في النقل والمواصلات بنلاقيهم، في السياحة، الأمن المركزي، المرور، الأحوال المدنية، والتطورات الهائلة اللي حصل في مصر. دكتور بهاء، أعياد الشرطة في شهر يناير و25 يناير كان عيد الشرطة المصرية، تقول إيه في هذه المناسبة؟ والله طبعا احنا بنحيي الشرطة المصرية الحقيقة، زي ما حضرتك تفضلت كده ان دلوقتي يمكن في عهد سيادة الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي في وجه جميل جدا للشرطة واهتمام شديد بسلامة المواطن. يعني في بعض المواضيع كتيرة كانت بعيدة عن الشرطة دلوقتي هي بتلمها وبتقدر تحافظ على أمن المواطنين. يمكن احنا تعرضنا في فترة معينة من انت عارف طبعا كان في عندنا مشاكل الامن والامان، ولكن دلوقتي الحمد لله الشرطه ورجعت الامور واستتبت وبقت جميله، واحنا بنهنيهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما في تقدم ورقي
ودايما في خدمة المواطنين بإذن الله. الشرطة المصرية هي الدرع الواقي للأمن والأمان، يواجهون الموت عشان إحنا نعيش. بتشوفهم في مكافحة الإرهاب، بتشوفهم زي ما قلنا في كثير من القطاعات. كل التحية لوزارة الداخلية ورجالاتها وكل قطاعاتها، إلى الشرطة المصرية كل التهنئة. دائما متفوقون، دائما مصر الأمن والأمان. أنا مش عارف مفروض يكون لو في مداخلة هاتفية ندخلها، وقبل ما ندخل المداخلة الهاتفية بنتكلم برضو عن المشاريع التنموية المستدامة. المشاريع التنموية المستدامة الآن في مصر هي كثيرة بالتوازي ماشية، يعني بتشوف الـ كنا بنحلم ان يكون في ناطحات سحاب، يكون في قطارات كهربائيه، النهارده مشاريع من اسكندريه، العلمين، العين السخنه، القاهره، يعني حاجه جميله جدا تشهدها مصر من كثير من المشروع المتوافق عليها. دكتور بهاء، برضو وانت ترى مصر في يعني وانت سافرت كثير المانيا واوروبا والخليج وكثير من، شايف مصر ايه الحديثه في التطور والتنميه؟ انا بصراحه بشوف حاجات رائعه، يعني انا كنت دايما بسافر بره كنت احلم ان يكون في عندنا الطرق والمواصلات، الطرق الجميله اللي كانت موجوده بره، شكل المباني العظيمه، الاشكال دي، فكنت اتمنى كده موجوده في مصر. دلوقتي انا فعلا لا، انا لقيته موجود على ارض الواقع دلوقتي. انا مش عايز اقول ان انا كنت مثلا ابقى ماشي في طريق بعد يومين الاقيه بطريقه حاجه تانية خالص. طرق صحيح، الطرق لا يعني احنا دلوقتي مثلا المشوار اللي كان زمان بنقعد فيه بالساعات دلوقتي بيستغرق، وفي تطور، وانا شايف في تطور جديد وجديد وان شاء الله يعني. والعمل بالتوازي يا دكتور، يعني تشوف مثلا سكة الحديد القديمة عمال يجددوا مزلقانات وبيجيبوا جرارات جديدة وكده، وسكة قطارات كهربائية اتفق عليها في موازنات بتاسر. جديدة يعني العمل جاد، وفي ترين والحاجات اللي يمكن كورونا شوية شوف جاد كورونا، ولكن مصر مستمرة في الاستثمار وفي يعني القيادة السياسية دعم المشاريع التنموية دي. والله أنا عايز أقول حاجة، يمكن أنا سمعتها من واحد صديق ليا بيقول إحنا في الوقت الحالي الناس بره بيستغربوا اللي بيحصل في مصر. يعني في الوقت الحالي اللي الناس بره وشكل الكورونا ومخليهم في حالة ركود وكساد، إحنا مصر بتتقدم، ويعني يمكن الطرق في مصر ارتفعت حوالي يمكن 94 نقطة عن المعدل الطبيعي. حقيقي إن شاء الله، وهيكون لنا حلقة كثيرة عن المرور وعن الطرق في مصر إن شاء الله قريبا. دكتور بهاء، طب بس أنا قبل ما هطلع الفاصل أنا عايز أسألك، بما إنك قلت يعني هسألك بقى، بما إنك يعني صاحب شركة، يعني أنت خبير الأدوية البيطرية والأعلاف، كلمنا عن الاستثمار في مصر. يعني وأنت لسه كنت بتتكلم حتى عن أزمة كورونا مرت، الاستثمار بقى في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكده. والله هو احنا في الفترة الحالية نظرا طبعا للظروف الاقتصادية العالمية كلها حصل بعض ارتفاع في أسعار الأعلاف وبعض المشاكل اللي تخص الصناعات ديت، ولكن أنا شايفها إن هي في استابيليتي، يعني في ثبات، وإن شاء الله الناس يعني دايما صناعة الدواجن والأسماك والثروة الحيوانية في مصر في مرحلة طلوع، يعني زي موجات كده. أي إن شاء الله أنا أتمنى إن الناس كلها تتجه للاستثمار في بالذات المزارع السمكية. في عندنا قطاعات زي تربية مثلا الجمال والجاموس المصري، ده من الحاجات المميزة، الأبقار، مزارع الحلاب، مزارع الدواجن التسمين والبياض يعني إن شاء الله يكون في تقدم، بس طبعا هي أزمات بتمر من ناحية أمراض، من ناحية زيادة في أسعار الخامات، هي دي المشكلة الحالية دلوقتي. دي هنتكلم فيها إن شاء الله بعد الفاصل. كل التهاني بمناسبة عيد الشرطة 25 يناير، الرجال البواسل الساهرين على أمن مصر، الدرع الواقي الأمن والأمان. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فاصل نشوف الأغنية دي والفاصل القصير ده ونرجع تاني. استنى ونقدم اللي مصر شهيد وراه شهيد 25.
مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما يعني ما ذكرنا في الأول انتخابات الأطباء البيطريين الفرعية للقاهرة والجيزة، بنركز على القاهرة عشان ضيفنا العزيز النهاردة هتكون يوم 2 فبراير 2021 يوم الثلاثاء. أرجع تاني وبرحب بيك مرة تانية دكتور بهاء الغرباوي، أنت مرشح لانتخابات في الانتخابات النقابة الفرعية للقاهرة اليوم الثلاثاء نقيبا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فبناء عليه هناخد بعض منك برنامجك ورؤيتك في بعض الكلمات والجمل اللي هنطرحها على حضرتك، وده فكرنا جديد في البرنامج وإنت هتجاوبنا عليها. نبدأ معك دكتور بهاء، وأنت خبير للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف والأعلاف، وأنت تعمل في ذلك يعني المضمار. كلمنا عن الدواء البيطري، ما بين الاستثمار بتاعه ما بين رقاباته وتفتيشاته كده. والله حضرتك الطب البيطري ده الدواء البيطري محتاج تطوير، يعني هو من اول تسجيله الى تداوله. مرحله التسجيل بتفتقد دلوقتي، كان زمان في اللجان اللي هي تسجيل الادويه البيطريه لازم يكون في اعضاء من الاطباء البيطريين، يعني هو كان يعني يفضل كمان ان هو تنضم للطب البيطري اللي هي تسجيل الادويه البيطريه. نعم. ان هو اكتر من واحد يقدر يعرف الدواء البيطري ده امكانياته وهيعمل ايه في يعني ايه تخصصه ونتائجه مع الحيوانات، وبعدين تداوله في السوق. نتمنى يكون في تسعير للادويه البيطريه وطريقه تداول محترمه ومشرفه، واتاحه الفرصه للدكتور البيطري اللي هو يبقى مسؤول عن تداول الادويه البيطريه من خلال اشراف على التداول، مش مجرد بيع، يبقى بيع واستخدام للادويه البيطريه تحت اشرافه في القطاعات المختلفه سواء دواجن او حيوانات مزرعه او حيوانات او اسماك. تمام. دكتور بهاء الغرباوي، ما ترى دور الطبيب البيطري يعني باسئله بقى اللي انا قلتها هقول لك عليها؟ الهيئه العامه للخدمات البيطريه وسد العجز الاطباء البيطريين. الهيئه العامه للخدمات البيطريه هي الجهه حاليا اللي هي الوحيده اللي تعتبر المسؤوله عن الاطباء البيطريين من ناحيه الرعايه والتفتيش البيطري واداره المديريات والوحدات البيطريه على مستوى الجمهوريه، تحصينات، يعني كل الاجراءات. هي اعتقد يعني في الفتره الحاليه هي تفتقد لعدد من الاطباء البيطريين، عدد الاطباء اللي بيعملوا في الهيئه حاليا اعتقد حوالي 7000 دكتور طبيب تقريبا، منهم حوالي يمكن 4000 او 5000 هيطلعوا معاش خلال الثلاث اربع سنوات القادمه. نعم. فهيحصل عجز كبير. نعم. انا اتمنى ان يحصل تعيين للاطباء البيطريين في الوقت الحالي، مش مجرد ان انا استنى لما الاطباء البيطريين يخرجوا من الهيئه وبعدين ادور ادخل دكتور، لان الدكتور اللي هيخش ده لازم يتعلم تحت ايدين. قلنا قبل كده ان كسب الخبرات من التكليف وكده. وبناء على هسألك السؤال بقى، 5 سنين و6 سنين التي اثيرت كثيرا، والمجلس الاعلى للجامعات وافق على ان يكون الطب البيطري 6 سنوات زي البشري، وهيطرحه المجلس النواب. والله بص، لو هو هيفضل بدون تكليف الدكتور البيطري ومش هنوفر له فرص عمل. نعم. ومن غير ما يبقى ملهاش داعي، لازم 6 سنين. يبقى خليه في 5 سنين وخلاص، ما نضيعش سنه كمان. خليه يطلع يتعلم من الفيلد بره، وهو كل واحد حسب ما اتجاهه، لان معظم الدكاتره البيطريين دلوقتي ما بقوش يشتغلوا في المهنه من ساعه ما اتلغى التكليف من 93. هتلاقي منهم اللي شغال في الدعايه والادويه وفي مجالات اخرى بعيده خالص عن الطب البيطري. طبعا هو بيدور على كسب العمل، يعني اي حاجه تجيب له. صحيح. يعني كسب بالنسبه له يعني. فلو هيحصل تطوير بقى وفي توفير الكوادر وفي يعني توفير للفرص عمل سواء التكليف عن طريق في المديريات والوحدات البيطريه في المعاهد البحثيه، يبقى في الحاله دي نديله 6 سنين وامتياز عشان يخش المكان هو مميز البشري. روندات وعملي بالظبط كده، وبعدين بيكمل بقى في البحث العلمي اذا كان في بحث علمي من ناحيه ماجستير ودكتوراه وحاجات زي كده، واللي بيشتغل في الفيلد يكون داخل المكان اللي هو بيحبه. لو بعائد رمزي يعني زي ما بقول، عائد رمزي الدكاتره ما بيزعلوش على فكره، ما بيضايقوش. لا بيشتغلوا حتى لو ايه بالنازل او بعقود مؤقته. لا لا دكاتره عندنا وطنيين صراحه. ليس لهم مطالب في اول. انا برضو ناحيه الوطنيه دي يمكن هضيف بس معلش يعني. لا اتفضل يا فندم. يمكن المديريات الطب البيطري كانت في وقت الكورونا هي اول جهه كانت بتقوم بتطهير وحمايه المواطنين بتطهير جميع المنشات الحكوميه والغير حكوميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. حقيقي صحيح. طيب يعني بنبارك طبعا لمجلس النواب الجديد ومجلس الشيوخ، طبعا كان في فتره اذاعتنا البرنامج، اصبح الان الجهه التشريعيه موجوده
والجهات التنفيذية والحكومة الرشيدة موجودة، والقيادة السياسية ربنا يحفظها الآن تقود البلاد في مصر الحديثة بالتنمية المستدامة. كيف يرى الدكتور بهاء الغرباوي، وأنا أعرف أنك صاحب رؤية أن قوانين الطب البيطري قديمة وعفى عليها الزمن، عندنا الآن التشريعي والتنفيذي، نعمل إيه؟ ما هو حضرتك فصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، احنا عايزين يبقى طبعا بالتعاون المجلس النواب الحالي، احنا عايزين يعني نتمنى كنا يعني في الفترات السابقه كان بيبقى في ممثلين للاطباء البيطريين داخل مجلس النواب، احنا في الفتره الحاليه ما شفناش حد دخل مجلس النواب الا يعني مرشحين كان في مجلس الشيوخ، انا اعرف دكاتره محترمين يعني دخلوا في المجلس، بس كان عشان طبعا قوانين الطب البيطري محتاجه تشريع ومحتاجه تعديل، و القوانين القديمة زي ما حضرتك قلت كده يعني ما بقتش تخدم تخدم الوقت الراهن، لا ما بتخدمش التنمية الحديثة وفرح حيوانية والداجينة، دلوقتي بنمشي بسرعة فائقة، احنا عايزين 14 كلية طب بيطري في مصر بتخرج الآلاف من الأطباء البيطريين حقيقي، كل ده بقى لازم طبعا المجلس الجديد نتمنى له التوفيق إن شاء الله إن شاء الله، ويبقى في دعم طبعا نتواصل معاه، احنا الحمد لله لينا تواصل وعلاقات جيدة بالأعضاء مجلس الشعب، وعاملين برضو مجموعات اللي هي تقدر تتواصل، هو ده اللي انا بقى بكلمه. اذا من برنامجك انت عاوز تاخد صفه نقيب طبيب البيطري القاهره، تتعاون مع النقابه العامه لايصال المشروع، ونناشد الان مجلس النواب للتعاون في تمرير القوانين كده. ملف البيطري اللي هو بيسموه يعني حضرتك تقصد مثلا انا طبعا كدكتور بيطري مثلا كدكتور بهاء مثلا غرباوي رجل اعمال او رجل مستثمر في مصر، ممكن كشخص يعني بتكلم عن المهنه بس لست ذو صفه، اكتساب الصفه من خلال النقابه قد يتيح الفرصه اللي احنا نقدر نحصل على بعلاقاتنا الجيده الحمد لله من خلال اقل يعني ناس كتيره جدا على مستوى الجمهوريه، نعم، ان احنا نقدر نحقق مطالب ومطالب يعني الاطباء البيطريين باذن الله. دكتور دكتور بهاء الغرباوي صاحب رؤيه وفكر لتطوير مهنه الطب البيطري، رقمه 2 نقيب الاطباء البيطريين للقاهره الثلاثاء 2 فبراير 2021 في جاردن سيتي في النقابة العامة للأطباء البيطريين أو دار الحكمة. مشاهدينا الكرام هنخرج فاصل ونعود تاني، استنونا. طبعا
قواته مسلحه تمام. وطبعا الفضل والشكر طبعا للدكتور يوسف شباط مدير مديريه الطب البيطري باسكندريه، بصراحه بذل مجهود كبير. وحضرتك طبعا ربنا يبارك فيك يا باشا، ربنا يبارك فيك. انا لما شفت المكان انبهرت بيه، ولقيت ان احنا لازم نضيف حاجه كشركات، ودي بدايه يعني ان شاء الله تبقى حافز للشركات الثانيه. احنا بنرشح لكل الشركات المتاعه في المجال ان هي تبدا تعمل الوضع هيك، هتستفيد من المكان. وانا بقول لكل المزارع اللي موجوده في اسكندريه والحيره وكفر الشيخ ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم تاني. حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. هنعتبر فقرة جديدة، نعود معكم من جديد في حوار هادف. ذكركم انتخابات نقابة البيطريين بالقاهرة والجيزة، والنهاردة كان زي ما رحبنا بالدكتور بهاء الغرباوي نقيبا للبيطريين القاهرة إن شاء الله، مرشح الرقم 2. نسعد بيك ونرحب بيك مرة تانية معنا في حوار هادف. نرحب أيضا بضيفنا الجه الآن وكان بسبب الطريق تعطل معنا، يسعدنا يكون معنا الطبيب الدكتور محمد ممدوح، طبيب بيطري بالحجر البيطري ومرشحا أيضا تحت السن لنقابة البيطريين بالقاهرة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور غزالي، أهلا بيك يا فندم. أنا تشرفت بيكم النهارده يعني، وسعيد ان انا موجود معكم النهارده. احنا سعداء جدا. مشاهدينا الكرام، نرجع لتواصلنا مع الدكتور بهاء، وكنا شفنا الفيديو اللي فات عشان اقول لكم عليه، كانت مشاركه منه ما بيحبش هو يتكلم ولا شغل. والله انا جبت الفيديو بنفسي، لقيته على النت وقصدت ان انا مع الاعداد اللي احنا نحطه النهارده. الدكتور بهاء يعني انا اللي بقول له ساعات كتير انت ليه ما بتقولش، ليه ما بتعملش، بيقول لي والله انا مش بتاع لا الشو ولا الظهور، انا بخدم بلدي، بخدم مهنتي على قد ما اقدر، عاوزه توصل بقى للاطباء البيطريين، توصل مش عاوزه توصل هم براحتهم. فعشان كده دكتور بهاء ببدا معاك على طول المشاركه المجتمعيه، وانا اعرف انك وطني من الدرجه الاولى، وايضا في الايام في السنوات الاخيره حنيت الى حتى شاركت في تجديد الوحدات البطاريه كخرشد مثال لما شفنا في الفيديو. أكيد. تشارك الاطباء البطاريين في ندوات والمؤتمرات العلميه، تدعم الاعلام البيطري، تدعم الشباب البيطريين الخريجين، تجلس مع لسه ما تخرجش من الطلبه، وتجلس مع الخريج الجديد الحديث، وتجلس مع جميع الاجيال. كلمنا عن المشاركه المجتمعيه والتطوعيه واعمالك، وانا عارف انك ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده. هو فعلا زي ما حضرتك قلت كده، انا من النوع اللي بحب اعمل اشتغل يعني، ما بتكلمش كتير يعني. انا دايما اقول ايه، احنا نعمل الاول نشتغل، عشان المهنه بتاعتنا مش هترقى بالكلام، هترقى بالفعل. من خلال مشاركتنا كشركات مثلا، او بالذات الشركات اللي هي بيكون اصحابها اطباء بيطريين او دكاتره بيطريين، بيكونوا عندهم كده حته لمسه جميله وحب للمهنه، فبيبتدوا يدعموا في المهنه. طبعا لقاءات وندوات، وانا بحب المهنه، واتمنى كل الاطباء البيطريين يكونوا على مستوى عالي جدا من الناحيه العلميه والفنيه، وان كل الوحدات البيطريه في مستوى الجمهوريه. طبعا انت زي ما قلت قبل كده على التنميه المستدامه، وان شاء الله انا شايف ان في تطوير هيتم على الوحدات البيطريه على مستوى الجمهوريه. اتمنى يكون ده برضو فرصه جيده برضو لتوفير فرص عمل للاطباء البيطريين، وان احنا نخدم المجتمع. وزي ما قلنا قبل كده ان الدكتور البيطري هو دوره مش مجرد ان هو دكتور بيكشف ويعالج بس، ده احنا الدكتور البيطري كمان بيعمل على تنميه المجتمع وتنميه. نعم. الدوله في الناحيه الاقتصاديه العامه والوقايه، يعني اما بتوفير عملات اجنبيه من لو احنا بنقدر نخدم ننمي الثروه الحيوانيه فبنقلل الاستيراد. طبعا الدولة الحمد لله في الفترة الحالية، ويمكن برضو القوات الجيش برضو كان عمل مشاريع ما شاء الله عظيمة جدا، طبعا ضخمة يمكن دي بتوفر حيوانية داجنة سمكية كل يعني السمكية طبعا في كفر الشيخ مثلا، في لسه المشروع الرئيس افتتحه تقريبا في بورسعيد يعني حاجة ضخمة اللي كان بيشوفه من الطيار، حاجة تشرف بجد. لا بصراحة يعني انا شايف ان احنا ما شاء الله ثلاجات ايه عايزين بقى الدكتور بيتر بقى يبقى يعني ايه طبعا يبقى فرصته في المضمار. عايزين نرقى بقى عشان الدكتور بيتر لما يجي يعمل في هذه المجالات يبقى على مستوى عالي، عشان حضرتك احنا محتاجين كفاءات وكوادر. الكوادر دي من خلال برضو النقابات احنا ممكن نعمل
تنميه للكوادر البشريه كوادر العلميه للاطباء البيطريين من خلال مشاركتنا في الندوات ولا سواء من داخل مصر او خارج مصر. يعني احنا ساعات كنا بناخد بعض الناس ونسافر بره او نجيب ناس حد من بره ويجي مصر يبتدي يدي محاضرات يعني. وبتعرض الصور بس انا لقطت صوره برضو كده دلوقتي في ميدان للطب البيطري القاهره. قول لنا قصته ايه؟ انا فاجئتك صح؟ انت ما بتحبش تتكلم في الحاجات دي. والله حبيبي الدكتور محمد الهادي ده استاذ طبعا استاذ يعني اخ عزيز عليا. هو وكيل الكليه لشؤون البيئه في كليه الطب البيطري. والراجل ده برضو يعني عايز اقول لك انا كل الناس بشوفهم في المهنه ناس جميله وبتحب المهنه قوي يعني. كان ساعتها طبعا الدكتور خالد عامر هو عميد الكليه وقالوا لي طب يعني من ضمن الشركات نساهم مثلا انت عارف القوافل العلاجيه اللي بتطلع وتدعم التنميه المجتمعيه. هنيت لجامعتك مره اخرى وكليتك. طبعا احنا دكتور اتعلمنا في الكليه وطلعنا منها وكل اللي احنا شغلنا اعتمدت على دراستنا ويعني زي ما بتقول هو الوطن الثاني. الوطن صح. هو احنا انتماءاتنا للوطن الكبير طبعا مصر بلدنا وداخله احنا بننتمي للمهنه اللي هي الطب البيطري. فانا طبعا حبيت اضيف لمسه جميله كده عشان الدكتور حتى هو داخل كليه بترفع حاجه من الروح المعنويه ويحس كده بجمال الكليه من الناحيه الظاهريه والمحتوى بقى الداخلي اللي طبعا اساتذتنا كلهم يبتدوا يشرحوا للاطباء والدكاتره وهم ايه ازاي يعني المحتوى العلمي يعني. نتمنى لك التوفيق دكتور. بروح للدكتور محمد ممدوح وعلى طول هقول طبيب بيطري بالحجر البيطري. المشاهد العادي اللي بيشوفنا دلوقتي مش طبيب بيطري يعني او محتك وكثير من الناس انا حتى بيسالوني ما معنى طبيب الحجر البيطري؟ حلو جدا السؤال دكتور غزالي. طبعا يعني الفكره اصلا ان الطب البيطري مهامه مش معروفه جدا لمعظم الناس يعني كل ما في الفكر ان الدكتور البيطري هو ما هو الا دكتور حيوانات بانواعها طبعا. لكن طبعا الدكتور البيطري ليه يعني مجالات كثيره او تخصصات كثيره جدا. من ضمنها مثلا الحجر البيطري. مش من الحجر البيطري يعني في من اول المجازر للتفتيش للعلاج للحجر البيطري. الدكتور الحجر البيطري كده باختصار سريعا يعني الحجر البيطري عامه هو خط الدفاع الاول للدوله سواء بقى حيوانات داخله الى مصر او خارجه من مصر حيه او طبعا يعني على حسب بقى اي حاجه داخل فيها جزء حيواني سواء هل هي حيوانات حية أو منتجات حيوانية اللحوم والدواجن الأسماك البيض اللبن بالضبط كده. ده حتى كمان في حاجة فيها مصنعات داخلة فيها جزء حيواني تخص برضو الحجر البيطري يعني ممكن مثلا لو حاجة معمولة من ريش أو من جلد الحيوانات تخش أو تخص طبعا انت عملك في مطار القاهرة مش شرط محاك يعني مطار القاهرة ده جزء من الحجر البيطري لكن الحجر البيطري أي ميناء محاجر بيطرية محاجر بالضبط سواء بقى ميناء يعني بري او ميناء جوي او البحر يعني على حسب. فطبعا بقى كل حاجه لها اجراءات سواء حاجه داخله من بره الى مصر لازم نامن دخول الاشياء ديت انها تكون نضمن ان هي داخله بسلامه او خلوها من اي امراض معديه لل انا هقطعك. الرئيس السيسي لسه كان بياكد مع وزير الزراعه وطبعا راح يتكلم على سلامه الغذاء ومع الدكتور حسين منصور رئيس رمز الغذاء في لقاء كان يمكن من انا يعني من اسبوعين ثلاثه قال لهم انا عاوز بسرعه وكان مع رئيس مجلس الوزراء انا عاوز بسرعه المعامل اللي موجوده في الموانئ دي هتقول لنا انت بقى عليها عاوز بسرعه يعني تدعيم المعامل دي باعلى تكنولوجيا يعني عاوزين بقى الشغل بتاع يعني اكتر من شغل بره يعني عاوزين زي ما هما بيعملوا انهاء الاجراءات انهاء الاجراءات وبشكل سريع وبشكل كمان مفيد للمواطن ان انا هدخل ايه وعارف ايه سلامه ايه ودي كلمنا عن ده برضه. هو فعلا يعني ده حقيقي بالفعل بدا يحصل في بعض الموانئ من ضمنها ميناء او حجر بيطري مطار القاهره. طبعا يعني الحاجات ديت يعني طبعا في دكاتره واساتذتي هناك في المطار هم يعني عفوا لو انا بتكلم في الحاجات دي بنوضح يعني للمشاهد قد ايه ان الاول كان مثلا يعني من ضمن الاجراءات مثلا الخاصه بالحجر البيطري ان لازم يبقى في مجموعه من التحاليل على حسب اشتراطات كل دوله هل هي مش مشترطه مثلا تحاليل معينه خارجه او داخله يعني مش شرط اللي هي داخل بس حتى لو خارجه رايحه مثلا الاتحاد الاوروبي رايحه للخليج رايحه امريكا تشترط تحاليل معينه. الاول احنا كنا بنبعت الحيوان او صاحب الحيوان يعمل التحليل في المعاهد الخارجيه سواء في مستشفى الجيش او في الدقي او في العباسيه تبقى موجوده بقى خلاص التكنولوجيا عاليه بتكنولوجيا عاليه طبعا وكمان لازم يعني مش مهم بس ان يكون في معمل وتكنولوجيا عاليه لازم تكون معتمده يعني في دول بتحتاج اعتماد معين. طيب حاليا بقى دلوقتي احنا بقى يعني بدا يحصل ايه في حجر بيطري مطار القاهره يعني بدانا نعمل معمل جوه الحجر البيطري تمام
بدل ما نبعت الحيوان او الشخص للمعامل وتاخد وقت ومده طويله، لا احنا يعني بنسرع في الاجراءات. هرجع لك في الموضوع ده. معايا الان مداخله هاتفيه، معايا دكتور عمرو شمس الدين، من هو طبيب بيطري. اهلا دكتور عمرو، انت على الهواء مباشره. دكتور عمرو شمس الدين. دكتور عمرو، مع حضرتك يا دكتور محمد. تحياتي وتحيات اطباء اسوان وبخاصه شباب الاطباء. لا دكتور عمرو تاني، دكتور عمرو تاني، صوتك ما كانش واضح، معلش تاني. بنرحب بيك دكتور عمرو. الله يعزك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. ومعانا الدكتور بهاء الغرباوي، مرشحا لنقابه الاطباء البيطريين بالقاهره يوم 2 فبراير. ومعانا الدكتور محمد ممدوح تحت السن يوم 2 فبراير. تحياتي وتحيات اطباء اسوان، خاصه شباب الاطباء يا دكتور محمد. شباب الاطباء مالهم؟ شباب الاطباء مالهم؟ بيحيوا حضراتكم المجهود الرهيب اللي بتعملوه قضيه الطب البيطري. بيحيونا. بيحيوا حضراتكم. وانا قبل ما اتكلم للدكتور الغرباوي والدكتور، طب بص انا يا دكتور عمرو كلمني من التليفون، ووطي التلفزيون خلاص او ابعد عنه، خليك في حته انا بعيد خالص عن التلفزيون. طب اتفضل. تمام. طب اتفضل يا دكتور. ما تتكلمش من السماعه، اتفضل. ماشي يا دكتور محمد. ايوه لازم اقول حاجه في حقك، مش من باب المجامله، من باب انا هقوله بعد ما اقول الكلمتين دول. انا للاسف المكالمه مش واصله كويس، بشكرك كده الدكتور عمرو، حاولوا تتواصلوا معاه تاني يا شباب او كده. نرجع تاني للدكتور بهاء الغرباوي. اتكلمنا عن تطوير المهارات والخدمات وانت تسعى لذلك، هدخل معاك على طول بكلمه وتقول لي. اتحاد المهن الطبيه. اتحاد المهن الطبيه يشمل طبعا الطب البيطري والبشري والصيدله والاسنان. هو عايزين منه زيادة المعاشات بما يتلائم ويعني يناسب الكادر اللي هو الطبيب البيطري. يعني طبعا موجود دلوقتي رفع شوية، بس بحس انه ضعيف. و على مالك. طب عبال انت يعني تخلص هروح للدكتور محمد بقى. ألف سلام عليك يا دكتور بهاء، سلامتك. سلامات دكتور بهاء، احنا هخرج فاصل صغير ونرجع تاني، استنونا. A2M Egypt. شركة A2M Egypt هي شركة استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية للأدوية البيطرية والإضافات والمكملات الغذائية. تأسست الشركة عام 1998 باسم الشركة الوطنية للفيتامينات، وفي عام 2008 تغير اسم الشركة ليصبح A2M Egypt. A2M Egypt للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية. A2M Egypt أدوية بيطرية، إضافات أعلاف، فيتامينات، إنزيمات، بريمكسات، بروبيوتيك. A2M Egypt منتجاتنا هي الأولى في العالم. A2M Egypt وكلاء لكبرى الشركات العالمية الأمريكية، الإسبانية، الألمانية، والصينية، الهندية. تهدف الشركة A2M Egypt إلى العلاج من الأمراض، الوقاية، الحماية، رفع المناعة، رفع كفاءة الإنتاج الداجني الحيواني السمكي، خفض تكاليف الإنتاج. منتجات شركة A2M Egypt عديدة ومتنوعة لكبرى الشركات العالمية. كما تهتم شركة A2M Egypt بحيوانك الأليف. خدماتنا تغطي كافة أنحاء الجمهورية أينما كانت مزرعتك، مصنعك، صيدليتك أو مكانك، نصل إليك. وللتواصل معنا
مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم تاني في حوار هادف. وفي نسينا نقول لكم برضو ان هيكون في كل حلقه سؤال، هيتم السؤال ده تجاوبوا عليه على صفحات سواء حوار هادف او شركه اي تو ام على الفيسبوك اي تو ام، او باسم اي تو ام ايجيبت، او حوار هادف بالانجليزي او بالعربي. هتجاوبوا على اسئله هيتم سحب ونكرم الفائز. السؤال موجود الان امامكم على الشاشه: متى تاسست شركه اي تو ام؟ وهتلاقوه اتقال اثناء الحلقه من اولها الى اخرها. متى تاسست شركه اي تو ام؟ الشركه اللي بتعمل في الادويه البيطريه وضافات الاعلاف البريمكسات البروبيوتيك والانزيمات. بروح للدكتور محمد ممدوح، واتكلمنا عن الحجر البيطري. قول لنا بقى، وانت مرشح نفسك انتخابات وانت من الشباب، يمكن مكالمه اسوان الراجل كان عمال يتكلم يقول شباب وما شباب ويعني ودور الشباب وكده، وانت من الشباب الجيل الواعد والجديد ونازل تحت السن، شايف رؤية ايه؟ هتعمل ايه؟ الام الناس ايه الشباب دي بيطرية؟ الصراحة طبعا يعني انا واحد من الناس اللي محبين للمهنة، ودي على كده اول ما الدكتور بهاء يعني قال لي نطلع في برنامج، فانا ما تأخرتش، حتى سبت اللي ورايا وجيت على طول، حتى لو تأخرت شوية كان غصب عني. بس سريعا كده يعني بالنسبة للشباب او طالعين الطب البيطري، المفروض دلوقتي يعني يبقى في رؤية واضحة ليهم لكل مجالات او تخصصات الطب البيطري. نعم. يعني احنا عندنا تخصصات كتيرة جدا بس مش كل الناس شايفاها، فيهمني ان الخريج دلوقتي يبقى عارف ان احنا عندنا مجال الرقابه على الاغذيه على اللحوم، عندنا مجال الادويه، عندنا مجال التصنيع، سواء تصنيع بقى لحوم مجالات كثيره، ولكن مفيش عارف انت عمليه ازاي نوصل. يعني فين اللي يوصل الشقه دي ايجار الشقه دي تمليك الشقه دي تروح لمين الكومباوند ده ايه؟ أيوة. مش عارف، المجالات كثيره بس مفيش حد عارف يحط ده فين وده يعمل ايه بالظبط. الشباب هو دلوقتي الطاقه، حتى يمكن اهتمام الدوله من خلال منتديات الشباب ست رئيس البرنامج الرئاسي ومجلس يعني النواب عدد شوف عدد الشباب اللي نزل في القوائم وبرنامج الرئاسي، هم اللي هيبقوا هم اللي بيجيل المستقبل، هم اللي هيشتغلوا، هم اللي هيحاولوا ان شاء الله القوانين اللي انتوا هتسعوا فيها دكتور بهاء اللي احنا يعني بامانه يعني انت انا لا انسى يوم ما كلمتيني وقلت لي انا همسك لجنه ونجمع كثير من اعضاء مجلس النواب، واحنا مناشده على الهواء لاعضاء مجلس النواب بتبني مشروع قانون الطب البيطري الحديث، وانا اعلم كثير بدون ذكر اسماء كثير داعمين لذلك، والقانون كان موجود من قبل، يعني القانون اتعمل من النقابه القديمه ايام الدكتور خالد العمري، وموجود معمول زي يعني الطب البيطري ما موجود في العالم كله خدمه لصالح المواطن المصري والصحه العامه. انت هيكون لك دور كبير دكتور بهاء في هذا الموضوع ان شاء الله، اكيد يعني باذن الله. تمام. طيب انا هقول المشهد وهترد عليا انت عليه وهيرد عليا الدكتور محمد ممدوح. المشهد: سلامه الغذاء بتقول كده، انا عاوزه جيد جدا وامتياز بسرعه بعقود مؤقته من الاطباء البيطريين. زميل من الزملاء ياخد الخبر يحطه على الفيسبوك، يتلم 1200 سي في يوم واحد من 2017 ل 2020 عاطلين امتياز وجيد جدا بدوروا على عقود مؤقته. المشهد يقول ايه؟ والله المشهد بيقول يعني المشهد بيتكلم عن نفسه، يعني معناها الاطباء البيطريين عاطلين منذ زمن، يعني خد ماجستير ودكتوراه، راجل اجتهد ان هو يعمل بحث علمي وياخد يطور من نفسه عشان الدوله تستفيد منه. ده حضرتك الدوله المفروض تستفيد منه، ده كيان موجود في موجود في الدوله. نعم. ومفروض ان احنا نبتدي يعني فين التكليف، فين التعيينات، فين المعاهد البحثيه، يعني لما يلاقوا هم فرصه زي دي وتلاقي حضرتك 1200 صوت زي ما انت بتقول كده، يعني ده طبعا 1200 سي في في يوم يعني بدون اعلان. طيب. وامتيازه جيد جدا من 2017 مستوى الجمهوريه. فين بقى التعيينات في الجامعات وفين فين سد العجز وفين سد العجز؟ واحنا بنقول قبل كده ان انت عارف حضرتك ان مثلا من ضمن الحاجات المأساويه ان التفتيش على الاغذيه، يعني طبعا بنتكلم على سمه الغذاء دلوقتي، 150 دكتور بيطري بس على مستوى الجمهوريه هم معينين للتفتيش على الادويه على التفتيش على سلامه الغذاء، اللي هم بيحموا المواطن من الاكل ان هو لازم يوصل لهم اكل سليم. دول لا يكفوا حتى ان هم يفتشوا على جزء من المحافظه، يعني محافظه القاهره 150 ده تعرف بتشمل ايه؟ مطاعم ومستشفيات وادارات وقطاعات كثيره جدا وانديه كلها بتشتغل في موضوع الغذاء. طب احنا عايزين بقى الناس دي، يعني عايزين نعين الاطباء نستفيد منهم. والكليات بتخرجهم ليه؟ والدوله بتخرجهم وبتصرف عليهم عشان خاطر يتخرجوا تستفيد منهم، ما ده استفاده، دي ثروه. ان شاء الله ليك رؤيه وفكر في ملتقى توظيفي ومشاركه القطاع الخاص ايضا، ويبقى في طبعا منتديات توظيفيه، ونحاول نعمل يعني طبعا ان شاء الله من خلال النقابات تبقى همزه وصل ما بين الشركات او ما بين القطاعات اللي بتتطلب العمل للاطباء البيطريين وبين الاطباء البيطريين نفسهم اللي هم عايزين يلاقوا وظائف او يبتدوا يتعينوا. المشهد بالنسبه لي يعني انا شايف ان هي كفكره ككونسبت يعني جميل جدا ان يبقى في هيئه مختصه لسلامه الغذاء.
الفكره بقى يبقى فيها تقنين، يعني يبقى التنفيذ بتاعها يبقى يعني يتنفذ صح. يعني حضرتك الهيئه دي المفروض يبقى رقم واحد فيها، يعني سوري لجميع التخصصات، يبقى رقم واحد فيها الطب البيطري. يعني حضرتك مش تلاقي كليه معلش دارسه الغذاء فروم اي تو زي، يعني من اول الحيوان لما بيتذبح لحد التصنيع بتاعه لحد هو صح كمان ما بيكون اول، ما انا بقول حضرتك من فروم اي تو زي، يعني من فروم فارم تو فورك، يعني احنا بنقول من اول المزرعه لحد الشوكه او لحد ما الناس بتاكل الحيوان ده. فلازم يبقى في تقنين، يعني يبقى الاغلبيه، يعني يبقى الاغلبيه للطب البيطري، حتى لو يبقى في مثلا تخصصات اخرى موجوده معانا، يعني كل الاحترام ليهم، لان احنا طبعا مش دارسين مثلا مجال الزراعي، بس احنا دارسين مثلا في حاجات تانية فيها الادويه البشريه، المكملات الغذائيه في سلامه الغذاء، المكملات الغذائيه في حاجات زراعيه، في ثمار، في حاجات تانية بالظبط كده. لكن لو الكلام ده بقى عن يعني المعظم او التخصصات اللي هي الخاصه بسلامه الغذاء كمسمى ووظيفي، يبقى محتاج الطب البيطري يبقى هو فعلا الاكثر يعني في الهيئه. فده يا ريت يبقى في تقنين يعني من رئاسه مجلس الوزراء. يعني راجع معانا تاني يا دكتور عمرو. السلام عليكم دكتور محمد. اهلا اهلا دكتور عمرو، صوتك واضح يا فندم، انت الان على الهواء مباشره في حوار هادف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا والدكتور بهاء الغرباوي والدكتور محمد ممدوح. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا دكتور انا بخاطب حضراتكم والساده المشاهدين برضه لمن لا يعرف الدكتور محمد الغزالي، اللي نشا في بيت ازهري محب للمطالعه ودكتور بيطري ذو توجهات اعلاميه حمل على عاتقه قضيه. شكرا يا فندم، شكرا، بس خلينا في الموضوع. معانا الدكتور بهاء ومعانا الدكتور محمد ممدوح، خش في الصميم على طول. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور بهاء الغرباوي، من الشخصيات اللي حظت على توافق الكثير من الاطباء. نعم، لان الدكتور بهاء الغرباوي نعم خاض سلك البحث العلمي يا فندم، وفي توجهات اقتصاديه بما يخدم الثروه الحيوانيه. الاول على دفعته تفوق علمي كثير، صح ما شاء الله، اخلاق ورؤيه وخلق وتواضع. فعلا والله خجلتكم تواضعنا يا دكتور عمرو، يعني يكون في برنامج وخطه وهدف وعلى ضوء فقه الوقت ومتغيرات. تقولي للاطباء البيطريين يوم 2 فبراير، الاطباء البيطريين بقى على ارض الواقع عاوزين الدكتور بهاء ذو صفه في نقابه القاهره. يدعم الدكتور بهاء الغرباوي رغم انه نازل في انتخابات القاهره، لان احنا محتاجين لكل طبيب بيطري محترم عنده افكار ورؤيه. نعم. هيخدم الكيان كله. نعم. كل الدعم بلسان اطباء اسوان للدكتور بهاء الغرباوي والدكتور محمد ممدوح الشاب اللي بيتكلم بلسان الحج للبيطرة، اللي هو امتداد الوطن في ثروته الحيوانية أكيد خارج وداخل مصر. نعم. فكل التوفيق يا دكتور، وعشان ما أضلش عليكم ربنا يبارك فيك، وإحنا منتظرين شغل جامد في الموسم ده إن شاء الله. متشكر جدا. والأطباء كلهم يا دكتور بيشكروا حضرتك وبيشكروا كل ضيوفك الكرام، وربنا يبارك فيكم لما في مصلحة البلد. شكرا دكتور عمرو شمس الدين الطبيب البيطري، شكرا دعمك، شاكرين جزيلا لك، كان معنا مداخلة هاتفية. دكتور بهاء نعود مرة أخرى، وتكلمتنا على ملتقى التوظيف هتعمله، سفرك للخارج، خبراتك العديدة اللي زي ما بيقول الدكتور عمرو، خبرات بحث علمي، استثمار، أدوية بيطرية، يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله قامة نحطها كده، كل ده يدينا رؤية وشعار لنقابة البيطريين في القاهرة إيه؟ الآن كلمة للشباب يوم الثلاث. والله أنا عايز الشباب تقولي للشباب البيطريين، لكبار البيطريين وعملتهم ورؤسائهم وكلهم على دماغنا، والناس المسؤولين سواء كانوا الحكوميين أو في القطاع الخاص، يقول لك النقابة، نقابة إيه يا عم، أنت شوف النقابة يا عم، مش نازل مش هروح. هو دي مشكلة بقى النقابة. إن شاء الله النقابة هتبقى أحسن، ونتمنى إن هم كلهم يشاركوا في الانتخابات، ولازم ينزلوا وإن إحنا نتكاتف مع بعض عشان نبتدي نرقى بالمهنة ونبتدي نحقق. نتكاتف مع بعض. نتكاتف مع بعض. أنا عاوز أقول حاجة. دكتور بهاء كان مرشح نقيب عام، اتصلت بيه تاني يوم قلت له دكتور بهاء تتعوض، وكان الدكتور خالد سليم صراحة الموجود الآن في نقيب عام كان نجح، فتتعوض ان شاء الله وكده وايه. وقال لي انت بتقول ايه؟ ما تقولش اي حاجه، الان اللي نجح هو طبيب بيطري زميل، لازم كلنا نقف وراه وندعمه. هذا هو رؤيتي. انا عايز اقول لك حاجه، انا لما الدكتور خالد سليم هو نفسه يعلم هذا، لما فاز في الانتخابات النقابه العامه انا رحت هنيته، وهو كان فيه حتى المنتدى اللي هو الصحفي، اللقاء ملتقى الصحفي عشان خاطر يعلن عن الخبر وكده، انا حضرت وباركت له. لان انا مش قصه احنا عايزين نعمل حاجه كويسه، عايزين نبقى يعني بيننا وبين بعض علاقه مهنه ما لناش اي مصالح اخرى. بالظبط كده. تمام، اروح للدكتور محمد، رؤيتك ايه في انت داخل في الانتخابات، وتنصح ايه تقول للشباب يوم 2 فبراير ايه؟ يعني والله ان شاء الله باذن الله، يعني ناويين ان شاء الله نتعاون الاول طبعا مع النقابة العامة عشان نقدر نعمل حاجة مختلفة من نقابة القاهرة، يعني احنا نقابة فرعية بس لازم يبقى في تعاون بيننا وبين النقابة العمومية أو الجمعية العمومية للنقابة،
بحيث يبقى فيه تغيير او فيه نشاط مختلف غير كل دوره يعني انتخابيه. وطبعا نتمنى يعني يبقى فيه دور للشباب بالاخص دي متحرك، يعني يبقى فيه تريننج، فيه حاجات مختلفه غير كل مره يعني. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يبقى فيه اختلاف يعني. تمام. ودكتور برضو عايز اقول احنا ايه، هنتبنى مقترحات وافكار الاطباء يعني. برضو كل واحد، انا مثلا في مجالي ممكن، انا عارف انك واسع الصدر يعني تسمع وبتقعد مع الكل يعني. اصلا ممكن اكتسب خبره من دكتور محمد في حاجه معينه او اخد منه فكره او مقترح او حاجه ويفيد المكان، يبقى ليه ما نستفيدش منه. انا اشهد صراحه. ايوه صراحه كده. طيب انت كنت عاوز تعلق دكتور، انا قطعتك فيها بسرعه، عن الاتحاد المهن الطبيه، وبعديها على طول انا بقول لك اهو سلامه الغذاء. الاتحاد المهن الطبيه وسلامه الغذاء. انا عارف يعني احنا، انا بس بعجب من الاتحاد المهن الطبيه ان هو لا يوجد لديه مستشفى، يعني في مستشفى للزراعيين ومستشفى للتجاريين ومستشفى لجميع القطاعات، الا المهن الطبيه ليس لها مستشفى. نتمنى تبدا بعمل مستشفى عام هيبقى حتى استثماري يعني، بالنسبه للدكاتره هتستفيد منه ولغير الاطباء هتستفيد منه برضه. وبعدين يبقى مثلا مشروع يبدا في القاهره وبعدين ينتشر لجميع المحافظات. اعتقد ان ده مش، والحمد لله الاتحاد بتاعنا يعني عنده الامكانيات والقدره والملاءه الماليه ان هو يقدر ينفذ هذه المشروعات يعني. دكتور بهاء يتكلم دائما لانه محتك بكل اطباء البيطريين بكل اجيالها، فهو بيقول الرؤى، شوف اللي جواكم اللي احنا بنقولها. معايا مداخله هاتفيه، معايا دكتوره دينا طبيبه بيطريه. اهلا دكتوره دينا. فصل الاتصال، نعود تاني لو هي عاوزه تيجي تاني المداخله. دكتور بهاء، سلامه الغذاء تقول ايه؟ سلامه الغذاء، هل الهيئه العامه للخدمات البيطريه تفتح الانتدابات؟ هل سلامة الغذاء كفاية العقود المؤقتة اللي بتعملها؟ هل سلامة الغذاء لسه مطلوب منها انها توضح اعلاميا اكثر ماذا تفعل؟ ايه اللي انت رؤيتك؟ احنا كلنا عن سلامة الغذاء دي بقى، هيبقى دي فيها كلام كتير. طبعا احنا عندنا الهيئة فيها عدد محدود زي ما قلت لحضرتك قبل كده من الاطباء البيطريين. فاحنا دلوقتي هتاخدهم انتداب، حتى الهيئه نفسها بتحاول تحافظ عليهم يعني. بتقول لك الشويه اللي عندي دول خليهم قاعدين بيشتغلوا في مكانهم. نعم. طبعا الدكتور عايز يطلع من القطاع بتاع مثلا ان في راتب افضل او حاجه زي كده ويروح على سلامه الغذاء عن طريق الانتداب. فالهيئه بترفض لانها كده انت كده هتعمل فجوه في الهيئه. وهو التاني برضه ما عندوش. طب انت حضرتك لما تيجي تعين ناس، تروح تعين صيدله وتعين زراعيين وعلوم، وهم دول هيشرفوا على اللحوم. الدكتور البيطري اللي بيروح بيضحي بنفسه عشان يحمي حضرتك من اللحمه ان هي تجيلك سليمه، ممكن يتعرض للمخاطر الجزار واللي هو ممكن يتعرض لمشاكل كتيره جدا. هو ده الاساس، هو ده الاهم. انا شكرا جدا، بشكرك دكتور بهاء، دهمنا الوقت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بشكر دكتور بهاء الغرباوي المرشح لنقابه الاطباء البيطريين بالقاهره رقمه 2 يوم 2 فبراير. شكرا دكتور محمد ممدوح طبيب البيطري بالحجر البيطري. ايضا شكر متواصل لكم، وشكرا لاي تو ام الشركه الراعيه اللي كانت ارقام تواصلها. وبنفكركم بسؤال الحلقه، متى تاسست شركه اي تو ام؟ والسؤال كان موجود في الحلقه. تواصلوا معنا دائما، حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل. الى الملتقى.